او للمنتوج المحلي. ولكن هذا ما نفعلاش خلاص، درنا 20% 15% نظن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. على كل حال معكم الاعلامي فيصل كرشوش في 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 متابعه برامج ومداخلات وتصريحات المرشحين حتى الان. هذا اخر شيء نوي مثلا اللي كنت مقتنع به كثير، لكن في هذا الحوار يعني صراحه خلاني ندوف مع الاول، لكن تقدر تقول ربما اتخذ قرار في الاخير بعد واحد التصريحات اللي دوختني صراحه. دوك خليكم تسمعوا. طرائق متعدده وعقلانيه بالنسبه الى الهويه. كتبت انا فعلا واشكرك على حسن قراءتك، كتبت على الهويه ولكن ما ذكرتش نهائيا كلمه امازيغيه، ما ذكرتهاش. احسن، لانني قلت انا ربما القلم تاعي طاش وعاده ما يطيش. الاجابات يجب ان تكون موجزه. الهويه شوف نقول لك انا 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 نعطيك، لا 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 السياسه واضحه. انا نعطيك المثل ونتمنى منك تستنتج منه العبره. الباري الذي يبري السهم هل يضع له رأسا؟ جاوبني. السهم اللي يتيروا به عنده جوج روس؟ عنده ثلاث روس؟ لو كان دير له جوج روس تطيع النيفك. اما ان تضع له رأس، اما ان يكون له جوج روس وما يطيرش. احنا امه، انا لا اقول اللغه العربيه، عمري ما نقول العربيه، ولا انتمي للعرب الا عبر انتمائي للاسلام. الاحرف القرانيه نقولها. الاحرف القرانيه نقولها. الأحرف القرآنية نقولها تطورت على الأحرف الأمازيغية. اللغة القرآنية تطورت على اللغة الأمازيغية. اللغة القرآنية تطورت على اللغة الأمازيغية. اللغة القرآنية تطورت على اللغة الأمازيغية. وبالتالي أنت عندك زوج أولادك، واحد مكتمل البنيان قادر باش يجي يدير كومبيتيسيون ويجيب لك لاكوب، واحد مازال مسكين صغير قابل للتطوير ربما، ولكن في الوقت الحالي مش قادر. اما انك تدخل بهم في زوج كومبيتيسيون راك رايح تخسر، اما تدخل بالاكثر استعدادا للنجاح. احنا حابين امه حابه تنجح، قلنا باننا حابين نوصلوا باللغه هذه القرانيه اللي مش اللغه العربيه، راها واجده. فقط ما نخلوهاش تزاحم والطفل داير البيبرو في فمه. فقط ما نخلوهاش تزاحم والطفل داير البيبرو في فمه. أظن كفاية حتى لهنا. سمعت المداخلة تاعو صراحة. أنا قاعد في الليل أقدر وحدي ونسمع نشوف المرشحين قاعد شو يقولوا. لا صراحة دخت بهذا التصريح هذا، يعني مستحيل، غير معقول. ليست لغة عربية، لغة القرآن ليست لغة عربية، هي قال لك لغة قرآنية، معناتها بدأت مع القرآن، جابها القرآن، بدأت من القرآن ثم تطورت. اللغة القرآنية تطورت على اللغة الأمازيغية، والأمازيغية مازال ما تطورتش. كيف يعني؟ هل كي نزلت ولا كي نزل القرآن نزل بلغة غير متطورة وسنت كنت تطورها، ولا سنت اللي جا بعدك يطورها؟ صراحة هذا التصريح خلاني نغير نظرتي للأستاذ المرشح خرشين نووي للحديث بقية. السلام عليكم ورحمة الله.